يعطيكم العافية جميعا، رجعنا لكم فيديو جديد، واليوم هيكون فيديو أخبار. من غير ما نطول عليكم كالعادة، ادعوا لأخواننا بفلسطين الله ينصرهم ويوفقهم، ونبلش بالفيديو اليوم. Welcome to SmackDown. Acknowledge me. You can't see me. Welcome to Raw. To party. I'm home. Welcome to WrestleMania. Peace. الخبر الأول عنا هو خبر متعلق في الفائز بالرويال رامبل. طبعا إذا سمعتوا منا أخبار قبل هيك عن مين الفائزين في الرويال رامبل ممكن تنفوها، لأنه حاليا طلع خبر جديد وهذا كثير مؤكد إنه ذا روك اللي راح يطلع ويفوز في الرويال رامبل. هاي جماعة الخير مبدئيا أنا ما كنت متمنيها، وإذا متذكرين فيديو الأخبار اللي قبل قلت لكم توقع الأكبر هو ذا روك وراندي أورتن ممكن برضه، لكن حاليا تغيرت الخطة وصار ذا روك. ذا روك طبعا ما راح يلعب على الألقاب، راح يلعب على زعامة القبيلة اللي هي بعد تقريبا ما ينتهي بزعامة القبيلة رومان رينز، يعني راح يرجع شخصيته الطبيعية، وراح تكون هاي الفترة اللي راح تقرب فيها انه يخسر القابه. فهي هي بالنسبة للخبر الاول يا جماعة الخير. انا صراحة مش متحمس مرة واحد، يعني تارك المصارعة من سنين وقاعد في الهوليوود ويرجع فجأة عشان يهزم رومان رينز بعد الشخصية اللي عملوها من 3 سنين. لا، بدنا شخص يكون جدير بالذكر مثل ما قلت لكم دين أمبروس. والخبر الثاني معانا لليوم اللي هو خبر متعلق في مباراة رومان رينز ضد اي واحد يفوز من إل إي نايت او ايج ستايلز او راندي اورتن اللي راح يواجهه في الرويال رامبل. ما بعرف ماله مع رومان رينز، الاخبار كلها متعلقة على رومان رينز، يعني الاشياء راح تكون متعلقة هون في رومان رينز. يعني المهم مبدئيا يا جماعة الخير، اللي راح يلعب ضد رومان رينز كالعادة رومان رينز ما راح يخسر خسارة، ما راح يفوز فوز نظيف، راح يفوز بتدخل، بس هالمرة لا من سولو ولا من جيمي، لانه مين ما يكون راح يلعب ضده راح يكون متنبه لهذول الاثنين. راح يرجع شخص صادم اللي هو قبل فترة حكوا عنه وقالوا يلمحوا له وقالوا انه اسلم من الحكي، هو زيلا فاتو اللي هو بيكون ابن الراحل الاسطورة اوماجا. طبعا يا جماعة مش عارف ليش، بس يعني مش فاهم، بس مبدئيا هذا اللي راح يصير، واخبار كثير يعني عم تطلع زيك وهاي الفترة، فانا عم نحاول ان نزودكم كل الاخبار الممكنة، لانه جد هاي اشياء صادمة. بالنسبة لهذا الموضوع ماشي، ممكن يكون فيه له قصة حلوة تمام، بس بالنسبة للتدخل بالمباراة راح يعمل نفس القصة اللي عملوها مع درو ماكنتاير لما اجى سولو سكول اول مرة في كلاش اوف ذا كاسل، يعني هاي القصة مفروغ منها. بس ممكن يكون زيلا له يعني اشي خاص او اشي مميز ما بنعرف، مع اني مش كثير متحمس الموضوع، بس ماشي مش مشكلة. وختاما للاخبار هاي يا جماعة الخير، ذا روك اذا ما شفناه في الرويال رامبل راح نلاقيه في الاليمنشن تشامبر، يعني هيك على حالتين ذا روك اصلا راجع، يعني مش هيعملوا فينا المقالب زي ما كانوا يعملوها ان شاء الله عاد. وهو منكون وصلنا لنهاية الفيديو، معلش يا جماعة الخير ما في أخبار كثير يعني قوية هاي الفترة، ممكن تطلع أخبار لما يقرب الرويال رامبل أكثر بتصير تطلع أخبار أقوى بكثير. لا تنسوا اللايك والاشتراك ويعطيكم العافية جميعا، ونراكم على خير إن شاء الله ببداية السنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I don't know what you want. Let's have a